اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء أمس التماسا لرؤية هلال شهر شوال، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس هيئة الرؤية الشرعية المستشار أحمد العجيل أنه لم يثبت شرعا رؤية هلال شهر شوال بالأمس، وبذلك يكون اليوم الأحد الموافق الأول من مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الأثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد. فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم السبت الموافق 29 من رمضان 1443 هجرية الموافق 30 أبريل 2022 ميلادية، وذلك التماسا لرؤية شهر شوال. ولم يثبت لدى الهيئة رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فأن يوم غد الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلادية هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 هجرية، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك. بهذه المناسبة المباركة يسرني أن أتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يتم نعمته على ربوع وطننا العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.